هذا نهاون. ونسيت نغمة المقام. طيب ماشي، خليك معايا. احنا دلوقتي ما زلنا على ايه؟ كرد. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا شفت يا شيخ يوسف ان انت لما بتجيبها بالبطيء بتبقى واضحه اكتر وبتثبت، فيا ريت كل تماريننا بيكون على سرعه بطيئه، لكن بعد كده لما تيجي تقوله على السريع مرتل هيبقى جميل منك وممتاز ومش هتعرف تخلط بين مقام ومقام. تمام، هنكمل كرد على الإيقاع البطيء. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه. ألم يرى الإنسان أنا خلقناه. خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. لا لا لا، ركز ركز بس ركز. خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. ممتاز، أيوة كده، أيوة كده، ما شاء الله. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال من يحيي العظام وهي رميم. قال من لا، هربت منك هذه المرة. قال من يحيي العظام. قال من يحيي العظام. جميل، وهي رميم. وهي رميم. وهي رميم. وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. قل يحييها
قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم وهو بكل خلق عليم وهو بكل خلق عليم وهو بكل خلق عليم وهو بكل خلق عليم. هي جميلة لكن ليست المقصودة. أنا عايزها وهي بكل وهو بكل خلق عليم. وهو بكل خلق عليم وهو بكل خلق عليم. عادي احنا هنا نحن هنا لكي نفعل الخطأ ثم نتعلم الصواب، والمحاضرة هتكون مسجلة عندك بجودة عالية تسمعها حتى يتثبت النغمة الصح في الأذن، لا تقلق تمام. أنت ما شاء الله في الصبا ممتاز وفي الحجاز ممتاز، لكن الكرد بنحاول أهو يعني أحسن من الأول تمام. وهو بكل خلق عليم وهو بكل خلق عليم وهو بكل خلق عليم وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر بقادر على أن يخلق مثلهم والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم. كمل كده بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. جميل، هات لي كده سورة الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. يوجد خمس دقائق والبرنامج هينتهي، فهبعت لك الرابط من أول وجديد. بسم الله الرحمن الرحيم. عايز بطيء لمصلحتك إنك تتمرن على البطيء عشان النغمة تثبت.
تفضل. بسم الله.